السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده جاي لكم بكنز جديد. الاسعار بدأ من اول 2 جنيه في المكان. النهارده كل ما يخص الدخلي اطفالي ورجالي وحريم لحد البيك سايز وهيدينا اسعار بجد جمله الجمله. هسيب لكم كل حاجه في صندوق الوصف تخص المكان. ما تنسونيش في لايك وشير ويلا بينا نشوف عروضنا اسعارنا النهارده. البوكسر ده يا جماعه ب 2 جنيه ده ب 20 جنيه ب 7 جنيه ونص في ب 2 جنيه تمام ب 22 جنيه طقم كامل عامل 17 جنيه ونص وده عامل معانا 7 جنيه ونص ب 22 جنيه ونص لحد 3 اكس عامل 30 جنيه صار بالقميص بتاعه ب 17 ونص كيله كبيره جدا هنا لل 30 طيب جرام رجالي لحد 7 اكس ب 40 جنيه فانيلا رجالي اللوكس دي ب 20 جنيه ده يبقى ب 12 جنيه ونص ده برضه هيبقى ب 30 فيها عامله 12 جنيه ونص 12 جنيه لحد 5 اكس كده ب 30 جنيه 12 جنيه ونص عرايس يا جماعه قطن شعيرات يا جماعه عامل 11 جنيه كوتونيل ب 17 جنيه ونص ب 15 جنيه طقم زي كده يبقى عامل 20 جنيه يبقى 20 جنيه الاندر ده ب 10 جنيه طقم 25 حماله 15 جنيه وموجود منها 3 مقاسات تتلبس لحد 5 اكس والمقاس ده عامل 12 جنيه وده قلنا ب 9 جنيه الاندر ده ب 12 ونص عايز اقول لكم في تشكيله كبيره برده من الدخلي احنا النهارده عند فتحه خير الاسعار بادئه معانا من كام يمينه؟ من 2 جنيه من اول 2 جنيه 2 جنيه معانا ايه؟ بوكسرات زي كده بوكسر اطفالي بصوا كده معانا البوكسر ده يا جماعه ب 2 جنيه بكل اشكاله يعني معانا اشكال منه كتير جدا كل ده زي ما انتم شايفين اهو ست اشكال ياخدوا بالقطع عادي ده ب 2 جنيه تمام حلو قوي تسلم ايدك في ايه تاني معانا؟ القمصان اللي زي كده ده قميص فرداني معلش فضلنا عادي اليمين في منه اربع مقاسات اربع مقاسات موجودين منه وده عامل معانا 7 جنيه ونص تمام تسلم ايدك 96 ال 96 بس ياخدوا بالقطع عادي ولا بال 96 ال 12 ب 90 ال 12 ب 90 تاخده بالقطع عادي القطعه ب 7 جنيه ونص القطعه ب 7 ونص تمام في ايه تاني معانا؟ ده طقم ده طقم على بعضه ده طقم ده القميص اهو ومعاه بوكسر ولا معاه ايه؟ معاه بوكسر الخامات اللي هي الشعيرات يا جماعه. القميص طب امسك لنا افرد لنا انت القميص وانا افرد انا البوكسر ده عشان نعرف اعرضه. طب خلاص زي ما احنا. ده طقم على بعضه وقميص بالبوكسر بتاعه بكام؟ البوكسر بتاعه ده ب 110 ده ب 110 بصوا يعني بكام القطعه؟ الطقم يقف 17 ونص الطقم على بعضه هيبقى عامل 17 جنيه ونص بوكسر بالقميص بتاعه ب 17 ونص تمام تسلم ايديك. في ايه تاني معانا؟ معانا بوكسرات برضو رجالي زي كده عامل كام الرجالي؟ ده عامل 150 يعني بكام القطعه؟ القطعه تقف 12 ونص بصوا كده معانا البوكسر الرجالي ده افرده لنا كده معلش يا مينا ده يبقى ب 12 جنيه ونص 12 ونص بالقطعه عادي ب 12 جنيه ونص يا جماعه بكل الوانه موجوده تمام ده مقاس واحد ولا مقاسين؟ ده مقاس واحد مقاس واحد اللي هو لابس زي 2 اكس اه تمام في معانا ده برضو ده وش ولا ظهر ولا ده ايه؟ اه تمام عامل كام البوكسر ده؟ ده 140 يعني القطعه بكام؟ يعني 12 جنيه 12 جنيه البوكسر ده يبقى عامل معانا 12 جنيه تمام تسلم ايدك الوان برضه وكله مقاس واحد يمينه ده لا ده مقاسات لحد كام اكس؟ لحد 2 ده في مقاسات في منه لحد 5 اكس لحد 5 اكس وعامل معانا كام؟ عامل 140 يعني 12 جنيه 12 جنيه لحد 5 اكس تمام تسلم ايدك معانا ده برضو ده الست 300 يعني القطعة كام؟ 300 القطعة تعمل 25 ب 25 بس ده قطن صافية لحد كام اكس ده؟ ده مقاس واحد لحد 2 اكس لحد 2 اكس عامل 25 دي قطن تمام تسلم ايدك في تاني معانا؟ كام ده حريمي زي كده؟ حريمي عامل كام ده؟ ده عامل 130 يعمل 11 جنيه ده ب 11 جنيه ده قطن شعيرات يا جماعة عامل 11 جنيه تمام لحد كام اكس ده برضو؟ ده منه لحد 7 اكس يعني ده لحد 7 اكس عامل 11 جنيه؟ لا كل مقاس لي السعر بيزيد يعني كل مقاس يعني هو بادئ معانا من اول 11 جنيه 11 جنيه ومقاساته لحد 7 اكس لحد 7 اكس تمام تسلم ايدك في ايه تاني 7 اكس 150 يعني ب 12 جنيه ولا ب 12 ونص ب 12 ونص ده طقم على بعضه ده طقم على بعضه حلو قوي ده ده قط يا جماعه حلو جدا هات لنا بس البوكسر بتاعه ده حلو قوي ده ده لحد ده اطفالي حلو قوي ده يعني بنات ده بنات عامل كام ده؟ ده كام ده؟ 120 120 يعني بكام؟ 20 جنيه يعني بصوا طقم زي كده يبقى عامل 20 جنيه طقم بناتي ب 20 جنيه البوكسر بالفانيلا بتاعته تمام تسلم ايدك الوان متاحه بقى ست يعني تيجي مشكله بس ياخدوا طقم عادي لو حد عايز طقم اتنين ياخد عادي تمام في ايه تاني معانا؟ ده طقم برضه ده طقم برضه بس مقاس اكبر يمين ده اكبر بصوا كده ده اكبر
افرد معاكم بس البوكسر قصاد مينا كده، افرد قصاد يمينا. عامل كام الطقم ده؟ ده 600، يعني الطقم بكام؟ 25؟ الطقم 25 بس ده مقاس اكبر. ده اكبر، ده الطقم 25 حماله، طقم كامل يا جماعه البوكسر بالفانيلا بتاعته ب 25 جنيه بس. الخامه تحفه والله العظيم، الخامه حلوه قوي. تسلم ايديك بالوانه. بص الطقم اصلا بيجي ملون معانا، اصفر كشمير كحلي مبيتي. تمام، تسلم ايديك. ثلاث مقاسات مع بعض. بص دي ثلاث مقاسات وعامله كام؟ ده 180 بس، يعني القطعه 15. القطعه ب 15 جنيه. 15 جنيه وموجود منها ثلاث مقاسات. انا عايز اقول لك تمشي بادي، تمشي فانيلا، حلوه قوي، لان الخامه بتاعتها عامله زي الليجن. بصوا بتاخد وضع جسم زي الليجن يا جماعه، تحفه. دي ب 15 جنيه، حلوه قوي، تسلم ايديك. ده اصغر مقاس فيها؟ ده اصغر مقاس فيها. تمام، يعني تلبسها بتاع اربع سنين. تلبس حد خمس سنين منها. تمام، اربع خمس سنين. معانا كمان انضارات حريمي. قطان اللي هو الاستيك ده عامل كام ده؟ ده 140، يعني ب 12 جنيه. ده تلبيس بيك سايز ده. في منه مقاسات؟ في منه لحد كام اكس؟ في منه لحد 5 اكس. لحد 5 اكس عامل 12 جنيه. لحد 5 اكس عامله 50. يعني بيزيد نص جنيه يعتبر. صح كده؟ يعني ده مقاساته تلبس لحد 5 اكس والمقاس ده عامل 12 جنيه. 12 جنيه. تمام. 5 اكس عامله 50. يعني 12 ونص. تمام. في معانا حاجة زي كده برضه. ده مقاس واحد، تلبس عروس. مقاس واحد عرايس. لبس 70 80. عامل كام ده؟ 150. يعني ب 12 جنيه ونص، الاندر ده ب 12 ونص. تمام، الوان برضو متاحه منه. ست الوان منه. ست الوان منه. معانا اندرات زي كده، شعيرات. عامل كام ده برضو؟ ده 120. يعني ب 10 جنيه. ب 10 جنيه. الاندر ده ب 10 جنيه، بالوانه برضو صح؟ ولا اسود بس؟ ده لون واحد. ده لون واحد اللي هو الاسود بس. تمام، تسلم ايديك. ده مقاس واحد برضو. معانا برضو ده مقاس واحد برضو عرايس. عامل كام ده برضو؟ ده 150. يعني ب 12 ونص. ده ب 12 جنيه ونص عرايس يا جماعه. يلبس برضو انساتشي عرايس. تمام، حلو قوي. ست الوان متاحين منه. معانا ده طقم ولا ايه؟ ده طقم رجالي. طب هاتم افرد قصادك البوكسر مليان ميدز. ماشي. بص كده معانا دي الفانيلا بالبوكسر بتاعها. طقم رجالي ده عامل كام؟ ده 180. لحد كام اكس ده؟ 30 جنيه. ده 3 اكس. لحد 3 اكس عامل 30 جنيه. حلو قوي. الفانيلا بالبوكسر ب 30 جنيه طقم كامل. تسلم ايديك. ست مقاسات موجودين. تمام. معانا كمان طقم اولادي. ده مقاسات ولا مقاس واحد يمين ده؟ ده في منه مقاسات، كل المقاسات موجوده. لحد كام يلبس كام سنه كده؟ ده منه لحد 10 سنين. يلبس لحد 10 سنين وعامل كام ده؟ ده عامل 17 ونص. 17 ونص طقم. طقم كامل عامل 17 جنيه ونص. حلو قوي يا جماعه، بوكسر بالفانيلا ب 17 ونص. تمام، بالوان ومقاسات. كل مقاس بسعر. يعني كل مقاس بيزيد قد ايه في السعر؟ كل مقاس يفرق 10 جنيه في الدسته. في الدسته كلها. الدسته كلها. تمام، حلو قوي، تسلم ايديك. بصوا معانا بوكسرات شفاف يا جماعه، حريمي شفاف. عامل كام؟ ده عامل 90، يعني 7 ونص القطعه. ب 7 جنيه ونص. في منه الوان؟ في منه الوان. 7 ونص. ورينا لون تاني معلش كده. بصوا الوانه اهي يا جماعه، كل الوانه حلوه جدا. ده يعتبر شفاف خالص ب 7 جنيه ونص. 7 ونص. تمام، تسلم ايديك. بصوا يا جماعه ده طقم رجالي على بعضه لحد 7 اكس. تمام، 7 اكس يعني 240. يعني الطقم بتاعه يبقى بكام؟ 240 يعمل 40 جنيه الطقم. الطقم ب 40 جنيه، 7 اكس يا جماعه. والمقاس الصغير يعمل كام؟ 180. افرد لنا الفانيلا معانا كده يعمل 30. المقاس الاصغر امسك لنا كده معانا يمينة، معلش البوكسر امسكه مع الفانيلا البوكسر يمينة، افرده جنبي. قلنا عامل كام الطقم ده؟ ده يعمل 40. ده ب 40 جنيه طقم رجالي لحد 7 اكس ب 40 جنيه. حلو قوي ده. تمام، تسلم ايديك. الوان برضو كل طقم بالوانه. ست الوان. معانا كمان الفانيلات البيضاء. الابيض. طقم على بعض، في منها طقم على بعض، في منها طقم. عامله كام؟ ده عامل 180. بصوا الفانيلا البيضاء دي هتبقى القطعه بكام؟ القطعه تبقى ب 15 جنيه. بصوا الفانيلا البيضاء يا جماعه، امسك لنا بس من الحمال عشان تبان يمينة. يقول لنا هتبقى عامله 15 ولا كام؟ تبقى 15. ب 15 جنيه، ست مقاسات عامله 15 جنيه. ست مقاسات. تمام، حلو قوي. 180، 160، 150، 170. تمام، ارخص حاجه 100، ارخص حاجه 50. اللي هي 15. الاكس لارج. تمام. الاكس لارج تبقى ب 12 ونص. ب 12 ونص؟ طب افرده لنا من تحت معلش. يعني دي اصغر مقاس فيها عامله 12 جنيه ونص. دي اكبر مقاس فيها. والصغير انا قصدي اصغر مقاس عامل 12 جنيه ونص. واكبر مقاس يعمل 12 ونص. واكبر مقاس يعمل 15. 15 جنيه اللي هو 7 اكس. 7 اكس. تمام، تسلم ايدك. في ايه تاني معانا؟ ده برضه
ده كوتونيل؟ ده كوتونيل. كوتونيل ابيض. بقول لك عامل كام ده؟ ده اكس لارج يعمل 210. عامل كام؟ طلع 10 في كل مقاس. يعني المقاس ده عامل كام اللارج؟ ده 210. يعني القطعه 17 ونص كده. كوتونيل ب 17 جنيه ونص القطعه. بس بيزيد كل مقاس لحد 7 اكس عندنا؟ اه. يعني ده موجود منه لحد 7 تمام، ده موجود منه لحد 7 اكس ب 17 ونص اول مقاس، وكل الدسته تزيد 10. 10 جنيه. تمام، كل مقاس يزيد 10. تمام. ده خمس مقاسات. عامل كام ده؟ ب 15 جنيه. تمام، المقاسات في قلب بعضها. يعني في اندر وفي الشورت وكله ب 15 جنيه. تمام، لحد مقاس كام؟ ده مقاس لارج وسمول وميديم. يعني مقاسات شبابي محيراه. تمام، تسلم ايدي. معانا بقى سمول زي كده. تمام، عامل 110. ده عامل 110، يعني الواحد بكام؟ ب 10 ونص. 10 لا 9 جنيه. 9 جنيه صح؟ 9 جنيه. ده يبقى ب 9 جنيه لحد مقاس ايه؟ هو مقاس واحد ده. ده يلبس ايه؟ ده اطفال. ده يلبس 5 سنين 7 سنين. 7 سنين، وده قلنا ب 9 جنيه. 9 جنيه. تمام، تسلم ايديك. معانا برضو العثمان لحد 5 اكس، عامله كام دي؟ عثمان عامل 240. يعني القطعه نص كم. القطعه بكام اول مقاس؟ 20. دي ب 20 جنيه. يعني عثمان اول مقاس. تمام، اول مقاس في عثمان عامل 20 جنيه لحد 5 اكس. 5 اكس بيبقى ب 300 جنيه، تبقى ب 25. يعني اول مقاس فيها عامل 20 جنيه لحد 5 اكس. 5 اكس عامله 25. تمام، تسلم ايديك. من اكس لارج حماله. حماله تعمل 210. 210 يعني بكام؟ 17 ونص. 17 ونص، حلو قوي. ده برضه لحد 5 اكس تعمل 250. 5 اكس 250. تمام، ده عامل كام برضو؟ ده عامل 480. الدسته، انما القطعه يبقى كام؟ 480. القطعه بكام يا مينا؟ القطعه ب 40 جنيه. القطعه دي هتبقى ب 40 جنيه، ده توب سبورت يا جماعه عامل 40 جنيه. تمام، ده مقاس واحد. 480. تمام، تسلم ايديك. مقاسات في قلب بعض. مقاسات في قلب بعض، تمام، بس ياخدوا بالقطعه عادي. القطعه عادي. تمام، في ايه تاني معانا يا مينا؟ في البوش زي كده. ده بوش اب برضو، ده حديد يا جماعه، عامل كام ده؟ 490. يعني القطعة كام؟ 42. 42 جنيه، ده يبقى ب 42. تمام، تسلم ايديك. بصوا معانا بقى القب الكبير، عامل كام القب الكبير؟ 480. يعني بكام برضو يا ابو مؤمن؟ بيعمل 40 جنيه. ب 40 جنيه، القب الكبير ده يا جماعة ب 40 جنيه. اهو عشان يبان معانا، اهو القب الكبير ده ب 40. وده عامل كام برضو؟ ده البوش. ده البوش عامل كام البوش الحديدة ده؟ ده عامل 500. يعني بكام القطعة؟ 43. ب 43 جنيه، ده البوش يا جماعه ب 43 جنيه. تمام، في معانا الستاره برضو. الستاره برضو. الستاره عامل كام؟ عامل 500. يعني ب 43؟ 43. ب 43 جنيه، الستاره ب 43. عايز اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك في كميات هنا، للي محتاج جمله، الجمله والكميات هيكون ليها شحن، اللي عايز قطاعي هيجي هنا، العنوان هتلاقوه في اول تعليق، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو، ما فيش تليجرام يا ابو مؤمن. في رقم للواتس بس هسيبه لكم طول عرض الفيديو على الشاشه. بصوا حاجه زي كده برضو. حاجه زي كده عامل كام ده؟ ده عامل 300. يعني ب 25 ولا لا كام؟ لا ب 25. 25 صح؟ بتاع 25. 25 جنيه، ده حفر يا جماعه من هنا بكل الوانه اهو، وموديلات برضو، كل ده ب 25. تمام، تسلم ايديك. معانا البراهات اللي زي كده بقى، اللي بتتفتح من قدام يا جماعه، اللي هي الكوبشه القدام بتاعت الرضاعه، عامله كام دي؟ ده عامل 60 جنيه. يعني ب 50 جنيه. 50. يعني دي هتبقى ب 50 جنيه يا جماعه. تمام، في ايه زي كده؟ ستاره خاص، عشان في ستاره عادي وستاره خاص. ازيك يا استاذ وليد؟ دي برضه هتبقى ب 50 جنيه. دي ب 50. تمام، تسلم ايديك. معانا برضه طقم اولادي قطن، ده بالبوكسر بتاعه. اه، طقم على بعض. عامل كام الطقم ده؟ ده يعمل 40 جنيه. ده ب 40 جنيه بس، ده لوكسيات. ده لوكس. ده طقم يا جماعه قطان ب 40 جنيه. ثلاثة. الباكت ده بيبقى فيه ثلاث قطن. 120 الباكت. ب 120، ده ياخدوا الباكت بقى على بعض، ما بينفعش بالقطعة. من مقاس 2 لحد مقاس 16. من 2 ل 16 نفس السعر؟ نفس السعر. تمام، قلنا كام الطقم؟ 40؟ 40 جنيه. 40 جنيه لحد مقاس 16 يا جماعه الطقم كامل. تمام، تسلم ايدك. في ايه تاني معانا؟ في المرجالي برضه زي كده. خلينا رجالي بس، دي تحفه البولو دي. دي يعني بكام القطعه كده؟ 240 تعمل 20 جنيه. امسكها لنا من الحماله من فوق معلش. بصوا دي فانيلا رجالي لوكسيات عامله كام؟ عامله 240. يعني القطعه 20 جنيه. فانيلا رجالي لوكس دي ب 20 جنيه. تمام، ابيض بس ولا الوان دي يا مينا؟ في منها الوان. في منها الوان. تمام، في ايه تاني معانا؟ في برضه طقم بناتي زي كده. طقم البناتي دول ثلاثه مع بعض برضه. دول ثلاثه مع بعض برضه. ده ب 40 جنيه يا جماعه زي ما قلنا الطقم.
مش نفس السعر ولا ايه؟ ده الطقم عامل 40 جنيه. بصوا كده ده يبقى ب 40 جنيه ادي البوكسر بتاعه اهو، ده طقم كامل يا جماعه يبقى عامل معانا اهو من 2 لحد 16، من 2 ل 16 طقم كامل لوكسياب ب 40 جنيه لحد 16. تمام، بتاخدوا الثلاثه مع بعض كده ب 120. تمام، حلو قوي. بصوا ده الاندر بقى يا جماعه لوكسيات، ده فوطه كمان من جوه، حلو قوي. عامل كام ده؟ ده عامل 180، يعني القطعه 15 ب 15 جنيه بس. هياخدوا الباكت على بعضه ده، على بعضه عشان ده باكت على بعضه يا جماعه، مش هيتباع فرداني. ده هيتباع الباكت على بعضه عامل كام؟ من 4 مقاسات عامل 180. 180 بس دول سته يبقوا 90. السته ب 90، السته الباكت على بعضه ب 90 بمقاساته، يعني الباكت بيبقى كله مقاس واحد. الباكت مقاس واحد. تمام، تسلم ايدك. معانا اندرات عرايس برضو زي كده، عامله كام دي؟ ده عامل 300، يعني ب 15؟ لا 25. 25 سوري 25. بصوا بصوا من ورا بس الظهر بتاعه دانتيل زي ازاي؟ تمام، ده 25 جنيه. 25. في منه الفتله؟ في منه فتله برضو. نفس السعر؟ اه نفس السعر يا جماعه. ده يبقى ب 25 جنيه الاندرات اللي هي العرايس، الاشكال بتاع العرايس دي كلها ب 25. في اشكال كتير منها، اشكال كتير منها، اشكال كتير وكل شكل بالوانه، كل دي اندرات عرايس. تمام، عايزين نيجي معاكم على البناطيل بقى بره نتفرج عليها، لان في تشكيل البناطيل حلوه برده موجوده هنا. وعندنا لانجري اسعاره عامله كام دي يا بابا؟ ده كله 30 طويل وقصير عمره 30 جنيه، يعني بصوا حاجه زي كده ب 30 جنيه. بصوا عبايه طويله زي كده تبقى عامله 30 جنيه. بصوا حاجه زي كده 30، بصوا ده برده هيبقى ب 30، تشكيله كبيره جدا هنا لل 30، طيجرات 30. البناطيل بقى اسعارها كام؟ بناطيل اسعارها كام؟ بصوا ده دستته 270، يعني البنطلون بكام؟ 270 يقف 22 ونص، ب 22 جنيه ونص. في اللي هو اللي من الرجل من غير استك، وفي اللي شروال زي كده باستك، وده ب 22 جنيه. تمام، في ايه تاني معانا؟ في منه برضه زي كده، بصوا ده برضه، ده برضه ب 22 جنيه، ده اللي هو الاسوره، يعني في اسوره وفي استك وفي من غير اي حاجه. وبصوا ده برضه حلو قوي ده. بص يا جماعه الناس اللي هي عباد الشمس واللي بيحبوا الالوان الفاتحه، ده برضه هيبقى ب 22 جنيه. تمام، ب 22 ونص. والشورت اللي زي كده، الشورت ده يبقى ب 20 جنيه. بصوا بكل اشكاله اهو يا جماعه، ده ب 20 جنيه. تمام، تسلم ايدك وتعبتك معايا يا مينا. عايز اقول لكم في تشكيله كبيره برضه من الداخلي انا ما جبتهاش معاكم. احنا النهارده كنا فين؟ كنا عند فتحه خير، العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا، هسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو. للاسف ما فيش تليجرام، ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. دي بقى العنوان، انا بصور لكم من قلب عمارة بزرعة، ده اقرب فيو اعرف اوريكم فيه الشارع والعلامات المميزة اللي توديكم لحد هناك. احنا واقفين دلوقتي في وش جراش العتبة على طول، قدامنا ده فتحة خير وحامل المسك، والشارع اللي في الوسط ده على طول بنخرج منه من محطة مترو العتبة، يعني هتركبوا من اي محطة مترو وتنزلوا محطة مترو العتبة، هتخرجوا من الشارع اللي جنب الجراش، وكمان جنبه من اليمة التانية، يعني هيبقى على يمينكم المسرح القومي اللي هعمل لكم عليه زوم زي ما انتم شايفين كده. ده المسرح القومي، اول ما هتخرجوا على طول من الشارع بتاع محطة المترو هتلاقوا المسرح القومي ده على يمينكم، والجراش هنا على شمالكم، معايا عندنا حامل المسك وفتحة خير. بصوا زي ما انتم شايفين كده احنا العمارة اللي في وشها على طول، ولو وقفتوا هنا وسألتوا كمان فين عمارة بزرعة هيقولوا لكم على طول، مشهورة جدا ومعروفة هناك. هنطلع فيها بقى للدور الاول علوي زي ما انتم شايفين، ده بقى كل شغل ابو مؤمن، عنده لانجري وعنده بيتي، عنده كمان الدخلي من اول بيبيهات لحد السن المحير ولادي وبناتي، وعنده الدخلي الحريمي لحد البيك سايز، عنده الرجالي، عنده طقم الكلاسين، الفانيلات، كل اللي انتم محتاجينه هتلاقوه موجود هناك. وكمان هيديكوا قطاعي سعر جملة، هتاخدوا بالقطعة والشحن لأي مكان من أي عدد انتوا عايزينه. ما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو ده، واشوفكم على خير في جولة جديدة ان شاء الله.